الطاعه للسيد القائد العام للقوات المسلحه وللقانون الدوله. هيئه الحشد الشعبي لها خصوصيه، هي انطلقت من فتوى شرعيه، لها معتقدات لاغلبيه اعضائها، لها ايديولوجيه، لها فكر معين، لكن ضمن القانون. وهذه الخصوصيه هي التي اعطتها قدره الصمود امام داعش، فلا ننكر هذه الخصوصيه، لكن في الاطار الدوله هي موجوده. فنحن مثلا وانا شخصيا يعني اذا اخير احيانا بين تطبيق امر للسيد القائد العام المسلح او بين اخالف مثلا توجيه للمرجعيه الدينيه العليا، سانسحب من موقعي ولا اطبق امر يختلف مع المرجعيه الدينيه العليا، لان اعتقد بانها هي التي اسهمت في صناعه هذا الوجود، وهذا الوجود هو مهم جدا، ليس وجودا نشا بالاليات والادوات التقليديه الرسميه. وسر قوه هذا الوجود في انه له خصوصيه عقائديه، لكن لا تتقاطع مع الدستور، لا تتقاطع مع القانون.